قريبه طبعا في الثانويه العامه طبعا بعد المجهود اللي هم عملوه السنه دي، وشايف الزفه وبسم الله ما شاء الله المهرجانات اللي عملوه معانا لقاء الاموره بسم الله ما شاء الله. اسم حضرتك؟ روان. يا اهلا وسهلا. عرفينا بقى عملت ايه السنه دي يا روان؟ طبعا تعبت جدا كل السنه بذاكر، كل السنه سهر وشاهين الصبح بدري وقهوه وشاي. احنا طبعا عصامنا متوتره معاها يعني، وطننا جامد الصراحه. السنه دي كانت سنه صعبه الصراحه علينا. في الاخر يعني مش عارفه بعد المذاكره دي كلها مش عارفين نحل نص الامتحان، كل امتحان حاجات جامده ما شفناش صراحه يعني. يعني قصدك تقولي كان المجموع صعب قوي عليكم، الامتحان صعب جدا عليكم؟ ايوه تقريبا كل امتحان بترجع معيطه يعني، انهيار في عياط حاجات يعني ما شفناش كده الصراحه. على العموم احنا ان شاء الله بالتوفيق وربنا ينجحكم ان شاء الله. المجهود اللي انت عملتيه ربنا مش هيضيع اجله ان شاء الله باذن الله، بالنجاح بالنجاح ان شاء الله، وربنا يوفقكم ان شاء الله رب العالمين. ربنا يوفقكم. هنا معانا شباب اسكندريه طبعا دول خلصوا ثانويه عامه، فاحنا شايفينهم عاملين يرقصوا وعاملين يعملوا بسم الله ما شاء الله مجموعه جميله جدا. فانا بامانه اخترت شيء شباب يعني متنقيين، فانا هقرب منهم دلوقتي اسالهم السلام عليكم. عرفنا حضرتك مين؟ زياد طارق محمد المراسي. انا شايفكم مبسوطين جدا وعاملين تنططوا، افهمني يا زياد. الثانويه العامه اخذ مننا وقت كبير و تعبنا جدا، وطول السنه كنا في الشارع وضغوطات والاهالي طبعا عليهم ضغط كبير جدا، مصاريف يدوش اخويا يقول مصاريف. يعني احب اشكر الاهالي جدا واللي تعبوا معانا واللي وقفوا جنبنا وقفه رجاله، وشكرا لوزير التربيه والتعليم طبعا عليه فضل كبير، وشكرا. السلام عليكم. ادم حبيبي اهلا وسهلا حضرتك. بسم الله ما شاء الله شباب واعد، ربنا يكرمكم يا رب واحلوك كل انتوا عايزينه. تتمنى تخش كليه ايه يا ادم كده؟ والله حضرتك انا نفسي اخش تجاره انجلش بيزنس ان شاء الله. باذن الله. شكلك باين يا باشا، شكلك بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يوفقكم انتوا شباب زي الفل. وانا شايفكم عاملين تنططوا وتعملوا فرحه جميله جدا. لازم طبعا 13 شهر الفرحه وحشتني. الفرحه اطول دفعه ثانويه عامه وبنتهي المنهج كبير، جدول قصير يوم راحه وبيعتمد على التفكير مش على يعني حفظ. المنهج عندنا ما بيعتمد على التفكير ومش حفظ، يقول حفظ ده انسان ما بيفهمش. شكرا. السلام عليكم. عارف حضرتك السلام. مين حضرتك؟ اسمي بجد عمرو. بجد قول لي بقى ايه اللي السنه عدت معاك ازاي؟ السنه عدت في الاول كانت لعب شويه بصراحه، بعد كده بدات تدخل جد لما اضطرينا بقى جد، الموضوع كان صعب عشان استعودنا على كده بالذات النظام الجديد ما كناش متدربين عليه. فلما دخلنا مره واحده كده بالنظام ده بالجلوس وبتاع الموضوع كان صعب شويه، بس الحمد لله عدت. ربنا يوفقك ان شاء الله ويرزقكم باذن الله وتطلبوا على اللي بيه. انا شايفك عمال يعني عمال تتنطط وعينك حمراء يعني قله النوم وكده. عرفنا حضرتك الاول. يا خالد. يا اهلا وسهلا زياد. انت ايش ايه؟ طب مالك انت ايه اللي مزعلك واقف كده؟ انا مبسوط والله يعني، خير خير باذن الله ان شاء الله خير. ربنا يوفقك بعد المجهود اللي انت عملتوه ده النهارده اللي انا شايفه، ربنا هينجحكم باذن الله. رب التوفيق. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ انا عايز افهم ايه اللي بيحصل ده دلوقتي الموجود ده كده، ايه ده؟ بنات مدرسه الاقبال احنا ثانوي، وهي كانت سنه صعبه جدا الحقيقه، فاحنا قررنا نحتفل يعني وعملنا اللي حضرتك شفته ده. يعني هي لسه النتيجه ما ظهرتش؟ لا هي لسه النتيجه ما ظهرتش، بس ده كان اخر يوم في الامتحانات الادبي خالص. انتوا من تعبكم يعني وكده بتطلعوا فرحتكم يعني وكده؟ الف الف مبروك مقدما. الله وان شاء الله باذن الله ربنا ينجحكم ان شاء الله، ويا رب كل البنات كلها والشباب كلها اللي بتتعب ان شاء الله ربنا يعجزهم خير ان شاء الله. اشكرك يا فندم. اسمك ايه بقى حضرتك؟ ندى نبيل. ربنا يكرمك يا ندى، يا رب اشوفك ان شاء الله كليه الطب باذن الله. اشكرك يا ندى، اتفضلي. السلام عليكم. معانا القمر، ممكن تفضلي تعالي هنا. عرفينا بالقمر، اسم حضرتك؟ انا رحمه محمد، طالبه كليه اعلام. بسم الله ما شاء الله. كنت جايه النهارده اصور تغطيه لطلاب الثانويه العامه، فرحتهم مصور فرحه الاهالي باخر يوم الثانويه العامه، وبصراحه
السنة دي كانت صعبة جدا عليهم فقررت ان انا انزل اصورها واصور. برافو عليك برافو عليك، ربنا يكرمك يا رب وكملك بجمالك وعقلك كده بسم الله ما شاء الله يا رب وينجح لكم. هي امنية تطلع كلية ايه يا رب؟ ايه عايزة تخش كلية ايه؟ تخش اداب قسم الجغرافيا ان شاء الله، تخش اللي هي عايزاه باذن الله يا رب بالتوفيق ان شاء الله يا فندم. بشكر حقيقة نصيحة يا استاذ احمد، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. معانا طبعا اوليه قمر، طبعا اكيد طبعا شايف حزينة ليه يا فندم كده انت؟ من اللي احنا شفناه. شفت ايه بس قولي لي شفت ايه؟ وكل ما عرفتوا لسه انا شفنا يعني الامتحانات جايه مش من المناهج اصلا. طب ليه؟ طب ليه؟ يعني الطالب يفضل يذاكر كل السنه هقف يجي في الاخر ما يلاقيش مثلا ولا حاجه من اللي مفيش اي حاجه خالص. هم تعبوا بجد واتدمروا، العيال اتدمرت. ان شاء الله ربنا ينجحهم ان شاء الله طبعا. ان شاء الله ربنا والله العظيم ربنا اللي هينجحهم مش اي حد. قلت امر برضه يا فندم لحضرتك ان شاء الله بالنجاح وربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. بس انا عايز بس الابتسامه والفرحه وان شاء الله ربنا دايما الابتسامه بقى تجينا يوم النتيجه ان شاء الله. لا 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 لهم عشان ينفع من معنوياتهم ان شاء الله. والله العظيم بجد يعني هم دفعه ربنا يكون فاهم. اتظلمت منه ولو كان يا ثانوي مفيش. انا كان المستر بتاع الفيس بيقول لي دوسه لقيت ان اعداديه على ثانويه عامه عدل. عارفه ان انت دربتها عليهم عشان تطلع اصلا تبقى من لهم المستوى ده من التعليم. ما انت تبداهم من الحضانه، تبدا من الحضانه درب الكلام ده، ما تبداش من ثانويه حرام. ان شاء الله نجرب فيهم ان شاء الله ربنا ينجحهم طبعا. اكيد طبعا امهات كان اكتر من الطالبه نفسها بياخدوهم. خربوا بيتنا بجد السنه دي يعني صراحه 50000 والمدرسين بيزودهم وطبعا لازم يبقى عيالي ياخدهم دروس. امال هيعملوا ايه؟ مفيش دروس ومنصه. فين اللي جامل منصه؟ فين اللي جامل من الامتحانات التجريبيه؟ مفيش. انت عايز تفشلهم، عايزهم يدخلوا صنايع وتجاره. ده لو اصلا جابوا المجموعه ده ان شاء الله يجيبوا وينجحهم لكم يا فندم بالتوفيق ان شاء الله مقدما وباذن الله بالنجاح ان شاء الله. باذن الله بالنجاح يا رب. ربنا يوفقك يا فندم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.